برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، احتفل المركز بتخريج الفوج السادس من طلبته للعام الدراسي 2021-2022. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني خالص الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على توجيهاته المتواصلة نحو تطوير المركز وتحويله إلى مدينة تعليمية شاملة قائمة على علوم المستقبل وتعزيز قدرات الطلبة للدفع بعجلة التنمية المستدامة، وليكونوا بمثابة القيمة المضافة والنوعية للمؤسسات والأكثر تنافسية في التطوير والابتكار والأفضل في تبني وتطبيق تكنولوجيا المستقبل. كما هنأ سمو خريجي المركز على إتمامهم لهذه المرحلة وتميزهم في التحصيل العلمي، متمنيا لهم دوام التوفيق وإكمال مشوار التميز في مسيرة التعليم. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد أناب سعادة الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس أمناء المركز لحضور الحفل، حيث قام سعادته بتوزيع الشهادات على الخريجين وعددهم 110 خريجي من مختلف تخصصات مساري التعليم التقني والتعليم المهني. وأقيم الحفل بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المركز وكبار الشخصيات بالإضافة إلى أولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمركز. إن تخريج الفوج السادس من طلبة مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ما هو إلا استمرارية للنهج العلمي الثابت الذي يتبناه المركز في الجمع بين النظرية والتطبيق، وما ينتج عن ذلك من تقديم طاقات شبابية مدعومة بالمعرفة والخبرة ومؤهلة للخوض في غمار الحياة العملية الموائمة لمتطلبات سوق العمل بمجالاته المتنوعة. سعداء اليوم نشهد تخريج الفوج السادس لمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني. هذه الدفعة اللي من شأنها إغناء سوق العمل بالمهارات المهنية والحرفية. سوق العمل حاليا بحاجة لهذه التخصصات اللي من شأنها أيضا أنه توفر شواغر في هذا المجال، وسعداء أن إحنا نرى أن الشباب البحريني يتجه نحو هذا التدريب اللي من شأنه يجعل العنصر البحريني فعال بشكل مباشر في النهضة الصناعية. لطالما مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني خرج أفواج سابقة، والآن هذا الفوج السادس الذي يمثل يعني في مرحلة تغيير مركز ناصر التطور الأفضل. مركز ناصر التأهيل والتدريب المهني يتواصل مع سوق العمل ومع الشركات لأخذ ما هي الاحتياجات لسوق العمل، وإضافته مركز ناصر لتسهيل عملية التوظيف والعمل في القطاع الخاص. ولكونه الأول من نوعه على صعيد المملكة، يحرص مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني على أن تكون مناهجه العلمية المبتكرة متطابقة لتطلعات المنظومة التعليمية في مملكة البحرين، فطلاب المركز وفور إنهائهم للمرحلة الإعدادية وبعد تسجيلهم فيه ينخرطون في برامج أكاديمية رصينة تشتمل على برنامج التعليم التقني وبرنامج التدريب المهني، الأمر الذي يتيح لهم فرصة الإلمام بمهارات وعلوم المستقبل ليتسلحوا بشهادة الثانوية العامة وبشهادات نوعية معتمدة محليا ودوليا فور تخرجهم. المركز طور من مهاراتي كوني فني كهربائي، علمني وايد اشياء من الدراسه اللي مو موجوده في البحرين، ان شاء الله بتساعدني على تسهيل في الجامعه. طبعا مركز الشيخ ناصر خلاني شخص اقوى، اعطاني كرياتيفيتي ليدرشيب، اول ما بلتحق في الجامعه اقدر اتصرف بسيتويشنز. طبعا ام سو هابي اني التحقت بمركز الشيخ ناصر. اللهم لك الحمد، استفدنا روح القياده وروح اليد الواحدة اللي علمونا إياها
من أساتذة من طلاب كلنا اللهم لك الحمد يد واحد وعون إن شاء الله. اليوم أنا فرحان بتخرج ابني وتخرج وفور طلبة العلم من معهد سمو الشيخ ناصر الذي كان ولا زال قدوة لعيالنا شباب البحرين خريجي المعهد الذي يلقى من سموه كامل الرعاية والاهتمام لصنع جيل متميز. مخرجات المركز التعليمية أثبتت قدرتها في تلبية احتياجات بيئة العمل في قطاعات حيوية مختلفة تشمل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من ذكاء اصطناعي والتعلم الآلي، والذي تم إدراج مناهجها حديثا كمسار تعليمي جديد في المركز. حتى وإن اجتمعت كلمات المعجم اللغوي كاملة لن تفي بحق هذه اللحظات المذهلة التي وعد الخريجون أنفسهم قبل عائلاتهم بأن يصبحوا على قدر كبير من أهل العزم، ممن طلبوا العلم ليجدوه بعظيم اجتهادهم ومثابرتهم، يحدوهم الأمل بمستقبل من رقي المكانة العلمية والعملية مشرق. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.